قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. نسأل الله أن يديم هذا الحرمان وأن يعيذنا جميعا من ذلك. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا سمى المرء عند رحمك الله، إذا سمى المرء عند دخوله البيت قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. الآن خذ فائدة، من سيدخل بدون التسمية؟ من كم الداخلين؟ واحد ولا اثنين؟ لأنه يقول لا مبيت لكم، ما قال واحد، ما قال لا مبيت لك، يخاطب مجموعة ما تدري، يمكن 20-30 يمكن 100 عند الباب متهيئين للدخول للمبيت وللعشاء. فيقول لهم لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن كم هؤلاء؟ هذا ينبغي أن ينتبه له وأن يحرص المرء حرصا شديدا في كل مرة أن يقول بسم الله، حتى لا يدخل هؤلاء بيته معه، حتى لا يدخل هؤلاء معه في بيته. لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر عند الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. إذا دخل بيته قال الشيطان أدركتم المبيت بدون تسمية، وإذا دخل بدون إذا أكل بدون تسمية قال أدركتم العشاء. هل يكفي واحد فقط يسمي؟ مثلا رب الأسرة دخل وسمى يكفي، وجاء من بعده الولد، وجاءت مثلا بعده الأم، حتى الطعام الآن لما يوضع هل يكفي أن تسمي أنت فقط رب الأسرة؟ الشيطان يستحل بأي واحد، الشيطان يستحل الطعام ويستحل المبيت بأي واحد. ولهذا ينبغي أن يحرص الجميع على التسمية عند الدخول وعلى التسمية عند الطعام، أن يحرص على ذلك. ولهذا جاء في السنة أن طعاما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء غلام كأنما يدفع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال إن يد الشيطان بيدي، في يد هذا الغلام ممسك به، قال أتى به يستحل به هذا الطعام أو كما جاء في الحديث. ولهذا مسؤولية الآباء والأمهات عظيمة جدا في تربية الأولاد، عند الدخول أن يسموا وعند الطعام أن يسموا، حتى يوقوا بإذن الله ويحفظوا من هذه المشاركة. لأن الشيطان يشارك، الشيطان يشارك المرء في بيته وفراشه وطعامه، كل هذه يشاركه فيها ولا يحصن منها إلا التسمية. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الإمام بن سعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية دليل على أن الشيطان يشارك المرء في طعامه وأهله وفراشه وبيته، يشاركه في وماله، يشاركه في هذه الأشياء، ولا يقيه من ذلك إلا التعوذ والبسملة. وذكر هذا الحديث عند هذه الآية، وذكر هذا الحديث رحمه الله، وذكر أيضا عند قوله بعدها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله أي أنهم في حصن حصين وحرز متين يقيهم من الشيطان الرجيم. نعم.